جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك ملائكة أرفع درجة من الملائكة الذين نعرفهم الحفظة والكتاب والمسبحين وجبريل وميكائيل؟ جزاكم الله خيرا. الملائكة يتفاضلون فيما بينهم بحسب منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فالمقربون عند الله الذين يحملون العرش هؤلاء أفضل من غيرهم، وجبريل هو أفضل الملائكة أو سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، فهم يتفاضلون بينهم بلا شك.